قابلنا الممثلة السورية نادين خوري ضمن وقائع مهرجان اسكندرية، واللي كانت عضو لجنة تحكيم مشاجس في المهرجان. دي التسمية اللي وصفها بيها المخرج علي عبد الخالق، بسطتها جدا وضحكتها. نادين كمان مشاركة في المهرجان كممثلة من خلال دورها في فيلم أمينة، واللي اختارها ليه الممثل والمخرج أيمن زيدان. بس هل هي دي مغامرة منها إنها تشارك في أول تجارب أيمن زيدان الإخراجية في السينما؟ ده اللي هنعرفه منها دلوقتي. انه ما في مغامره معه بالفيلم، لانه هو عنده كم هائل من التجارب تكفي لان يكون عنده رؤيه مختلفه اخراجيا. الاستاذ ايمن كان فعلا عمل توليفه بانتقاء الافراد اللي راح يقوموا بتنفيذ هذا الفيلم. الحقيقه انا كنت سعيده جدا بفيلم امينه. فيلم أمينة تجربة درامية مأساوية، يا ترى إيه اللي حمس عذراء الشاشة السورية نادين خوري للمشاركة بالفيلم؟ اتحمست الحقيقة أول شيء للورق، الورق اللي مكتوب كتير جميل كقصة يعني، والشخصية مرسومة بشكل كتير جميل. هي أمينة، انعكاسات الحرب عليها، كيف تلقتها، كيف ظلت امرأة صامدة، كيف ظل الأمل مزروع بداخلها، هذا الشيء جذبني الحقيقة للشخصية. حضورها كان سري جدا في مهرجان اسكندرية، ووصفها المخرج علي عبد الخالق بالمشاكسة. اي صحيح، انا بالحقيقة بعترف اني انا مشاكسة كتير، بحاول دافع عن رأيي لو شو من كان، بضل مصرة على رأيي لأني مقتنعة فيه. لرأيي ليش؟ لأنه بيكون في إله أسباب، في إله دوافع، في إله مبرراته، في إله حججه، لذلك كنت مشاكسة الحقيقة. من بعد مهرجان اسكندرية بتصور مسلسل جديد من توقيع المخرجة رشا شربتجي بمسلسل ما فيي. العمل عم يتصور بلبنان، تأليف كلوديا مارشليان. طبعا العمل عم يضم نخبة من ممثلين من سوريا ومن لبنان، لكن تصويره عم يكون كله بلبنان. ليش هيك عملتي؟ بس فهميني ليش؟ ضحك عليكي؟ وكمان بتحضر لعمل مسرحي جديد اسمه وطن مع المخرج سامي نوفل، سوري هو طبعا، ونحن عرضناها بدار الأوبرا بسوريا، وهلا رح يتم عرضها بمختلف المحافظات ان شاء الله.